حامد، حامد انت ما باغيش تنعس اليوم؟ Vous écoutez Média, le journal de 6h30 présenté par Nadejro et Siri Arnoux. Bonjour. Dans l'actualité de ce mardi 27 novembre, l'Afghanistan et son avenir politique en discussion à partir d'aujourd'hui en Allemagne. 28 représentants afghans sont à Bonn pour jeter les bases d'un futur gouvernement multiethnique. Ambiance sur place dans quelques instants avec Daniel Mollard. L'Afghanistan où les Marines américains ont mené cette nuit leur première opération. Une colonne de blindés a été attaquée dans la région de Kandahar, dernier fief des talibans. Les négociations entre Moscou et le président indépendantiste tchétchène Aslam Masradov. La première rencontre entre les émissaires des deux camps a été très constructive, selon l'envoyé du président tchétchène. Analyse dans ce journal. Enfin, la polémique après l'annonce d'un laboratoire privé américain du clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques. Les explications à New York de Marie Evel. Mais c'est avec l'Afghanistan que nous débutons cette édition, Nadège. L'avenir politique du pays se discute à partir d'aujourd'hui. فين زين؟ مازال ما فاقتش؟ دابا ما عندهاش فين تقص. اها. انتي سمحتي. لاباس. لاباس. لله يخطيك عليا، كيف كان يكون مصيري بلا بيك؟ كنت غير تعلمتي توجد تفطرك بوحدك. هو غير فطور. كنت انا كنفتخر بيك. وانا مرضي الوالدين اللي تحت في مربع تصوري ما بقيتش عاقل على راسي من اللي كنت مازال عزري من نهار اللي عرفتك ما بقيتش كنعول على راسي بحال اللي كنتي ديما في حياتي ولا اللي خدتك عليا حبيبه نعم الغزاله انا خدتي اليوم ناستي مزيان اختك فاقت وين مازال مازال يلا شربي اختي شربي و هاك يا ستي باي آخر صباح الخير سعد صباح الخير حميد صباح الخير خالد صباح صباح سقتي الخبر ولا مازال؟ اش الخبر؟ الانقلاب يبقى في الشركة الشركة تبعت اش كتخربق عليا؟ خذ معني الصح الصحيح وانت تشوف بعينيك كارثه واش من كارثه حنا مالنا شنو اللي غيتغير بالنسبه لينا المدير غادي يمشي بحالو شكون سي حمزاوي اكزاكتو وعلاش خاصو يمشي لانه انساني وكيتعاطى مع الخدمه شكون اللي غيجي في محلو مدير الانتاج شكون فتحي هذاك المسطي ناري على مصيبه مصيبه سكتي
ما لقيتي حتى خبر غير هاد خبر النحس باش تصبح لي اليوم. هذا الشيء اللي عطى الله. المهم فتحي دوزت لك داكشي اللي طلبتي مني البارح. شكرا، تفضل اسي. اخر وثائق كان مدير في هاد الشركه. وعلاش اسي حمدوي؟ انا غنمشي فحالي، ما بقيتش عاجب مالي نمشي. المهم جاني الوقت فاش نمشي نرتاح شي شويه، ومن دابا شويه الامور غتغير في هاد الشركه. السيد اللي غادي يجي في محلي هنايا غادي يعمل ما امكنه باش يبدل ويغير ويبين حنت الدير مالي نمشي. النصيحه اللي نعطيك اوليدي هي حضي راسك، وعندك تخلي ليه شي فرصه فين ياديك. راح حيت الا بغي ادي شي حل كيأديه بكل بروده. كنشكرك على هاد النصائح حسن الحمداوي. ما نحتاجش نقول لك بلي حتى شي واحد من عمال هاد الشركه ما ينساو المجهودات ديالك، خصوصا في المجال الاجتماعي. الا مشيتي علينا سي الحمداوي غادي نبقاو بحال شي تانا. توحشتيني اختي؟ اه. وشحال توحشتيني؟ بزاف. صافي غير بزاف؟ بزاف بزاف. فين سكينة؟ نعسة. يلاه نمشيو نطلعو عليها. لا عافاك حميد عطيه فيه قالية. راه يلاه نعسات. حميد. International. حميد فين مشيتي؟ ترى ما عجبنيش اليوم. حميد ياك ما عندك شي مشكل؟ لا غير عيان شي شويه. ما عندك ولا بن غير العيا؟ لا غير العيا وزيدو ما غاديش ناس دابا يعني يبداو كيتشدو. Thank you.
خلي القهوة الثانية. ما كليتي والو؟ ما فيها ما فطرت الصباح، ما عندو منين يدوز ليا. حميد اش وقع لك؟ مبغاش يديني نعس هاد الليلة. مبغاش يديك النعاس؟ تم النهار اللي عرفتك وانت غير تتحط راسك على المخدة تتمشي. حميد تا وقع لك مشكل ما بغيتيش تتكلم معايا عليه. غنكون هانية معاك انتي، ما عمري يكون عندي مشكل. ومن اللي ماشي معايا انا مع من؟ الخدمة جو خياب هاد اليامات. سي حمزاوي غادي يمشي في حالته وهذا اللي غيجي في بلاصتو راه خلاني. بالنسبة لك ما عندك علاش تخاف، تا معقول كنتي ديما كتخدم بالإخلاص. إذا شنو هو المشكل ديالك؟ المدير اللي غادي يجي ما غادي يجبر ما يقول فيك. نتمنى نكون أنا غلط، ولكن مع هاد السيد هذا الشركة غتولي بحال شي قشلة ديال العسكر. على محل ما كنتش باغي نصدعك بهاد المشاكل ديال الخدمة. حميد أنا مرتك ومن الواجب ديالي نوقف جنبك ونساندك في وقت الأزمة، وانا عندي فيك كامل الثقة. ودابا تشوف راه ما غادي يكون غير الخير. كيف ما قلتش الخبر وانا المدير الجديد ديالكم، وماشي غير هكذاك على سبيل الصدفه. تم تعييني على رأس الشركه في هذا المنصب بفضل الكفاءات ديالي، وراكم كلكم تتعرفوني من قريب ولا من بعيد. مع الاسف السيد اللي كان هنا في هذه المؤسسه وفي هذه الشركه ما كانت عنده لا كفاءات ولا درايه باش يسير هذه الشركه. المهم كنتمنى تكونوا كتعرفوني مزيان وتعرفوا الطريقه باش كنبغي نخدم. اول شيء عندي واعاد شيء هو العجز، ثانيا عدم الضمير المهني. مع الاسف مع الاسف في هذه المقاوله الروح المهنيه منعدمه. ما بقيش نقبل شي واحد يوصل مأخر العمل، إما العمال يحترموا التوقيت العمل وهادشي كذلك كاين حتى رؤساء المصالح، وإما يبقاو في ديورهم. معلوم يبقاو في ديورهم. عندنا الألوف ديال الشبان الحاملين الشهادات العليا وما صابوش فاش يخدموا، كنت عطيتهم فرصة الشغل كان يكون بالفرحات عليهم. إذا باش يمكن لنا نراقبوا أوقات العمل من الآن فصاعدا، جميع موظفين الشركه غادي يبداو يوقعوا فرقه الحضور. معلوم الا بغينا هاد الشركه تزدار من هنا خصنا نبداو، وهادي هي المهمه اللي جيت من اجلها، وهذا الشيء علاش انا مدير. كي خصنا نحيدو البنات ليسونس، تعويضات التنقل، لي بريم، قضيه لي بريم ما غاديش نبقاو نعطيو لكل شيء كيف ما كان من قبل، ولكن على حساب المردودية ديال كل واحد. وأنا الوحيد هنا اللي عنده الحق يقرر شكون اللي يستحق وشكون اللي ما يستحقش. اسبا كيبان لي بلي هادشي يكفي بالنسبة لليوم. كاين شي واحد عنده شي حاجة ما يقول؟ تفضل اسي كنسمعوك.
كنظن بان من حقكم باش تبقوا سياسه التخشف باش الشركه تظهر كيف كتقولوا، ولكن بالنسبه لبريم هذا مكتسب، واللي اكثر من هذا هو مجرد راتب اللي كل واحد فينا كياخذه بعين الاعتبار في الميزانيه ديالو، بحال مثلا اللي كناخذوا كريدي او اللي كنقيدوا ولادنا في مدارس حره الى اخره. يعني هذا القرار يساوي اقتطاع من الاجور، وبكل صراحه حتى واحد ما عنده الحق. انا هنا عندي كل حقوق اسي، وداكشي علاش انا مدير هنا. القرارات ديالي ما تتناقش. كاين شي واحد اخر عنده شي تعقيب؟ اسمك اسي؟ تذكرني باسم ديالك. حميد الرامي. اصح حميد الرامي، شفتي انت هنا بوحدك اللي ما عاجبك حالي. مع الاسف. الا ما سمعنيش نقول لك اسي الرامي، انا ما تنحملش الناس اللي ما تيتفقوش معايا، تنكرههم. عبد الله. على السلامة الحبيب حميد. شفتك انت ماشي وحدك، ياك لاباس؟ قول لي اش واقع عليك. اش واقع لي؟ لاباس؟ كلشي بخير ولا؟ حميد جيني للواقع. بغيتي نجيك للواقع؟ واه عليك. اليوم لا المدير جديد ورانا حنتي دوبت علينا بالتهديد، هادي وحدة. ومن غير هادشي توصلت برسالة عند المحامي، فهاد الرسالة مضطر كيطلب زيادة في الكراء ولا هنا في المحكمة، ولا حتى هو كيهددنا. اليوم كاين غير تهديد، وباش كملت الباهية جاتنا أكثر من 1900 درهم ديال التليفون. حميد ما تقلقش، هذه المشاكل كلها يمكن لها تحل. 1900 درهم ديال التليفون؟ واش أنت كدوزي نهار كله في التليفون ولا شنو؟ صباح الخير بابوش. صباح الخير سيدي. صباح الخير بابوش. ولي يدخل؟ سي خالد. شكرا. قول لي شحال هادي وانت خدام معنا في هاد الشركه؟ 13 عام يا سيدي. 13 عام؟ واه 13 عام وما عمرك باقي ديتي لا مسؤوليه ولا مهمه والو؟ لا. وعلاش لا في نظرك؟ ما عرفتش علاش. ما عرفتيش علاش؟ انا غنقول لك علاش. السبب هو حيت انت ديما حشومي، ديما مخزون ورا المكتب ديالك، ما كتشوف حد. الا بغيتي توصل وتقول شي حاجه كيخصك تكون جبهه. الا بغيتي تعمل علاش ترجع
وتكون شي حاجه في الدنيا كيخصك تكون مقلع. ما تهتمش بالقيل والقال وما تضرب الدنيا حسبها، فهمتي؟ هاد الشاف ديالك الرامي باش فايتك بوالو. فكر مزيان في هادشي اللي قلت لك. انا نبغي نوقف معاك، انما بغيت نسولك الله يخليك وجاوبني بصراحه. خلاص هاد الرامي هذا كيجيب لي الله بحال يلا راسو منفوخ شي شويه، عامر شي حاجه، ياكم ما عنده شي ركيزه صحيحه معول عليها ولا ما عندي اخبار. لا لا لا، ما عنده والو، غير طبعته تحتج، هذا هو المبدا ديالو. شوف السي خالد، انا عندي ثقه كبيره فيك. الحق انت الا شفتي شي حاجه ولا سمعتي شي حاجه خصني نعرفها في الحين، الباب المكتب ديالي ديما مفتوح ليك. خلاص. بارك الله فيك. شكرا. صافي بركة بركة، تعطلت ما في ما في ماليه شي واحد. غير بشوية بخير بابو ما. بخير سيدي. شو المدير؟ شاف. بخير سيدي. بخير. صباح الخير سي حميد. صباح الخير. انت هنا مالك؟ اش طرا فيك؟ فتحتي فراشك اليوم؟ هذه اول مره جيتي في المنام. ما بغيت تحدي فهم عليا وزيدون، حتى انت خصك تحدي راسك. وضعي في الشركه راه تبدلت. الكاتبه ديال السي فتحي راه جوج المرات اذا ضرب التليفون على هذا الطرف. ما اليوم انت اللي نبغيك تكلف الكوري ديالي تجيبو نسيني؟ انا ما عندي مانع، انا خايف على السير رامي ما يعجبوش الحال. انا هو المدير، انا هو المسؤول. مدير جديد، سياسه جديده. ياك انت ما تشوف حتى شي مانع؟ لا لا، القرار ديالكم لاباس. نعم واخا دوزي لي صافي. الله يعينك. الو. صباح الخير سيدي، لاباس عليك؟ نهار كبير هذا سيدي، الله يبارك فيك. لا لاباس الحمد لله، لاباس عام سيدي. واخا خص شويه د الوقت لاباس، يا باش تنظم الدنيا كيخص شويه د الوقت. الا ان شاء الله القطار غادي توضع في السكه ديالو وغادي يمشي في احسن الظروف. نعم سيدي. بغيت نعم سيدي نشكرك على داك الخير اللي درتي ليا، يا باش نكون انا في هذا النصيب ماشي سهل. نعم سيدي. شكون ولد الحاجه؟ كنعرفو بلاصتو كاينه موجوده. نعم سيدي ما كاين حتى شي مشكل، الا ما كانش هو معنا في هذه الشركه شكون غادي يكون معنا من غيره؟ نعم سيدي. لا بغيت نعمس غير شي شويه د الوقت، غير شويه د الوقت وغادي نصيب له البلاصه اللي تواتيه. معايا واحد السيد هنا، نعمس شويه ديال في شويه ديال الفهمات. لا قريب يعتب مع الباب. لا خص غير شويه د الوقت، كان وعدك بلي غادي نوجد ليه المنصب اللي واتيه. نعمس لا غير كون هاني.
لا عندي واحد مسمار الميدان عمس تماما، ولكن ما عرفش معاه من طاح. لا غادي نوريه حني تدي عمس. غير كون هاني ولد الحاجة بلاصتو كاينه معايا هنايا حدايا في المكتب ديالي. الله يهنيك يا عمس. السلام عليكم يا عمس. نعم سيدي. واخا سيدي. سراني سي فتحي بغا يشوفك. تفضل. توبتيني سي فتحي. شحال شي هاد سراني شايب عليك؟ وصلتني شي خبر نافع ما تسمع. انا قطعي انا رجحي انا ديكتاتوري انا وزيد وزيد وزيد. ماشي من عادتي باش نشتم في عباد الله. انا شنو زعما تعتبر راسك ملاك؟ انا ماشي ملاك، انا غير بشر عادي اللي عنده مبادئ، وملي كتكون عندي شي حاجه ما نقول في واحد كنقولها ليه في وجهه. هكذا تربيت. اللي قال لي هاد الكلام ما تيكذبش. بالنسبه لبعض الناس اللي باغيين يوصلوا ممكن تشكم تكون وسيله ممتازه، داكشي علاش ما كيلقاو حتى مشكل باش يختاروا الخبر اللي يمكن يعجب داك اللي كيتصنت لهم. اسمع مني شنو نقول لك، عندي معك كلمه واحده، اما تشد معايا الطريق وتدخل جواك ولا رد حالك. على السلامة حبيبة. ماما ماما فيا الجو. واخا حبيبة مشي غسلي يديك. فيسا فيا الجو. واخا حبيبة مشي يلا مشي. حميد حميد أنا هذا ما تيجاوبش. قولي لا ميتريس الصباح لا ميتريس عطات لينا ان بابي روج و لي رون نوار و لسقناهم و لات لينا ان كوكتيلان و لا ميتريس قالت ليا برافو. كولي مفيش جوع. قلتلك كولي. حميد
حميد ما بغيتش باغا نشوفك في هاد الحالة. ما بغيتش باغا نسكت. انت معيش بوحديتك هنا. عندك مرأة وجوج بنات. حميد احنا كنا فضلت نبغيوك وتفتخروا بك. اذا شات على خاطرك دير شوية ثقة في راسك وفكر فينا، حيت حنا كنا تنعانيو من تنشوفوك في هاد الحالة. حتى زينة ما بقاتش فاهمة علاش بابا اللي مولفتي يلعب معاها ويبوسها تغير عليها هكذا. وهادشي كله سببه مشاكل الخدمة اللي حنا ما عندنا فيهم حتى مسؤولية. صافي ساليتي؟ لا باقي ما ساليت. ما تبقاش تعاود داكشي اللي درتي لبنتك في الغدا. تنعاود ونكرر لا انا ولا هي درنا لك شي حاجة. دابا ساليت تبعنا. قولي لي بغيت نشوفو. سي فتحي سي رامي بغا يشوفك. وار لقيت هاد الانذار، الا سمحتي بغيت نفسر لك علاش وصلت معطل. يا كرمتك يا سي رامي، انا ما كنعرف مزاح، ملي كنقول شي حاجه تنفذها. الحمد لله اللي فهمتي، ولكن فهمتي شي شويه معطل. هذا اخر انذار، المره المقبله الباب. مشي لشغلك. مشي لشغلك. سياسة جديدة، فهمتي دابا علاش انا في هاد الحالة؟ الخدمة ديالي ولات شادة غير بخيط ديال العمل. يمكن في اي وقت نجي نقول لك انا خرجت من الخدمة
وليت شوف على محل. يلا نعرض لك تشرب شي حاجه، ما حد مازال في امكاني باش نخلص عليك. واخا خدامة هيك مازال عاقل كان عندي منصب مهم ياك. ايوا شتات السمانة اللي فاتت عيطت لي صاحبتي نوال. نوال عرفتها اقترحت لي خدمة مهمة على حسن البيت. تعرفي الموقف ديالي ما نبغيكش تخدمي، كان هذا هو الشرط الوحيد اللي طرحت عليكم اللي بغينا نتشوفوا ولا لا؟ قبلت نجلس في الدار باش ندير لك خاطرك، ولكن الوضعية تبدلت. فكرتي بنتك اللي يلاه عندها رشوف؟ شوف حمد، إذا بقيتي بلا خدمة غنضطر نقبل. واخا بنتي عندها رشوف، الحياة ما تتخليناش ديما الاختيار. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. خليل يجلس. شكون طلع من جرتي؟ الله أعلم. ماشي انا. هادي سنين وانا خدام هنا، ما عمر شي واحد جرى يقلب لي حوايجي حتى جا هاد المدير تا خير الزمان. هادشي عمرنا ما شفناه. ملي تيتشدوا المجوره تتغيب الشفافيه. خاصك تعرف انت انا بلي تاش حاجه ما يديرك لا مكتب ولا اورديناتور ولا مجوره. واخد الفاتوره ديال عباد الله ما دخلهمش هاد في المجوره باش من حق، باش من حق، باش من حق تاخذ الفاتوره ديال الزبناء وتشد عليهم. كي خصك تعرف باللي هنا في هذه الشركه كل شيء اللي هنا ديالي انا، انا مسؤول عليه. وحق الاضراب حتى هو ديالك. عاودي نسمع. حق الاضراب تتهددني بغيت تعمل الاضراب بوحدك؟ ماشي غير انا بوحدي اللي ساخط على الوضعيه، غير انا كنقول بصوت عالي داكشي اللي كل واحد خايف يعبر عليه. بلاتي بلاتي بلاتي، هذه ما كانتش في بالي. هذه شكون فيكم متفق مع هذا السيد باغي يعمل الاضراب؟ شكون فيكم باغي يعمل الاضراب اليوم؟ تكلموا. شكون فيكم باغي يعمل الاضراب؟ قانون الشغل تيضمن لكم حق الاضراب. باغي تعملي الاضراب انت؟ كل شيء داز على عينيك، لقيتي وحدك، يا قلت ليك غادي نطحنك. خليد. نعم سي. جد لي الحساب ديالو. حاضر. مهمتك في هذه الشركة انتهت. حميد، حميد أنا جاي. يلا ملي تبغي تجيب زينب المدرسة عندك تنسى ليا كوكوط على العافية فحال البارح ودوز ليا شي سيف على الغبرة، راه الدار ولات حالتها.
واخا لا ولكن ما تزيديش فيه، انا ماشي خدامه. انت اللي ما بغيتيش نجيبو الخدام. وعندنا ما نديرو شي خدامه. دخلوا سوسه للدار. زيدون داكشي اللي غطاطيها راه يزيد فينا. الماكينه ديال الصابون راه واجده. يوقف البروغرام، خرج لي الحويجات ونشرهم لك. واخا انت تنسى. سيدي سيدي. يلا بسلام. زينب زينب يلا حيس تعال وصلوا مع الطين حبيبي. زينب يلا باي باي. مشيت طلع لي ماما. جيت طلع لي ماما بالبالكون. لا يوريك فاش انا مدهيه ياك ما داك الملف المعلوم انا ملف فيهم ملف زارتنا وسعدها المقود لا ماشي هو سحاب ليا غير بوحدي تانتي مشطونه وباغيه تفريه على لا السيده باينه دبرت على خدمه الراجل شد رجليه جلس في الدار وقطع الزي ويمكن واحد كونجي ولا داير شهاده طبيه بحال اللي كيديروا رجالنا اللي كتطلع لهم الخدمه في الراس ما خدا هو كونجي حتى خدمات هي ما شداش عندك هادي نقولو كونجي ما خرج ما درج قاد يتمريض ما بيناش ليا من وقت قرب على في الدار صافي صافي واش عيسين شوفي لالا لالا الكاميرا تحركات لالا يردها كنديرهاش بالعينين وشنو دابا نبقى بلادها يلا حبيبي مشي لبيتك انا ماشي مرة ما كاين حتى شي راجل يقول لي يدير هادشي اللي كندير انا راني وليت شوها في هاد العمارة ما تدير غير الواجب ديالك انا ما يمكنليش نخدم في الدار وبرا هادشي يمكن لك تفهمو ياك على هاد الحساب شوفي اللي قابلك دارك انا ماشي خدامة ياك
ملي كنت انا جالسه عمرك ما قبلتي تجيب شي حد يعاوني على هاد القبال. بالنسبه لك انا اللي كنت خدامه. شفتي علاش ما كنت باغيك تخدمي ملي كنت انا خدامه؟ ما عمرك جربتي تكلمي معايا بهذه الطريقه كنزه. اش هادشي وقع لك؟ اش هادشي وقع لينا؟ بخير وليده. ولدي ما خدامش ياك لاباس. قولي قولي صخبال البنات. الحمد لله بنتي كي دايره؟ صخبال الوالده. لاباس. كنت دايجه من هنا قلت ندوز نشوف كنجه وسكينه عمدره زين ولفات المدرسه. مشات المدرسه مع عمو. ما خدامش يا سيدي. خديت شي ماتيال الكونجي شي كويس داتاي الوالده. لا 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 جيب لي شي كويس الماء بغا يكون منك. واخا ما تحركيش انا جاي دابا. لا لا شنو نقول لها دابا؟ لصقت لي الخبر غادي سكت ليها القلب. انت ما الا عرفت بلي كان مجفف ومطيب هذيك هي الفضيحه. بني ساكت تبكي جيبها ولدي جيبها. أنا مشيت جيبها. أجي أجي بنتي أجي أجي أصحتي أنا بجي في الجرح بلقيتي هنا الوقت باش تسجيلي الخلق. شحال نقول الوالدة دابا؟ ماشي 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 راه غادي تبغى لها فخيدة صا غادي نمشي نغسلها ونبدلها. خلينا عندي لا ما غادي عاوز لها شغل لا شغل العيالات وشغل الرجال. خليني نبدلها انا. انا ما عرفتش شكون كبرت انت. لا 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 حبيبه انا 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 بنتي انا 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 لا 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 بسم الله عليك بسم الله عليك لا لا بسم الله عليك حبيبه بسم الله عليك لا لا وزي لله تنعس براحتي. الله ايه منعس شفت كنت صحت طلعت ياك لاباس. يمكن غتزيد تعطل شي شويه حيت عندها بزاف ما تقدير لي مع الحاجه. ايوا العجب هذا هذه ما داريا لها شي مول فجأة ما كتخرج من دارها حتى كتصوبها وحتى كتغسل الوليداتها عاد كتخرج ديك الساعه حتى ما خرجت ما غايتحاسبها حد. حميد انا ما ظهر لي شي فيك شي حاجه مخبيها عليا وقل لي انا امك. لا والو بس غير خرجت على بغتها مع واحد صاحبتها هادشي اللي كاين. كنشم بحال ريحة الحرق ما جيب الكوزينة عندك تكون شي شي عافية سهلة. عندك الحق خليت الكاميرا فوق العافية أنا غادي. لا لا جلس جلس لا شغل العيالات ماشي شغل الرجال. خليني نمشي نشوف أنا. ولي 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 استغفر الله العظيم يا لطيف على كوزينة يا لطيف يا لطيف هذا البحر ماشي كوزينة يا لطيف يا لطيف
لله شنو هذا يا لله؟ لله فاش عايش هذا الولد؟ ما يمكنش شي حاجه وقع في هذا الدار، هادشي ما عجبنيش. ملي فوضى هادي وبنقص بنقص من العرايس اللي كانوا هكذا يخ حاجه. اسيدي خاصني نمشي نجيب زين من المدرسه. ما كنتش تقلتي تغدي معنا ولا كي نتا نتغدى معك؟ انا واخده الغدايد. واش هاد الدار؟ واش هاد الكوزينه؟ واش هاد الحاله؟ واش هاد الشفيه؟ خليني عافا ودي الله يرضي عليك، خليني نمشي نوجد الباك، راه كتعرف تغرنيك ديالو. هاني حلك الباب. سلام. سلمي على الوالد. وسلم على كنزة، ولا حشومة عليها. حشومة على هاد الحالة فاش عايشين، وليش هاد الفوضى؟ هادشي زعما ماشي من طبيعتها. دابا نقولها ليها. كيفاش؟ والدي ولا كيضرب الشفاف على قلبه؟ ايوا بقى له غير لبس الدفينه وما زيدش فيه. الزغبي هو اللي عاود لك شي حاجه. انا ما قلت لك لا كيشطب ولا كيشيق ولا كيجفف، قلت لك ولدي ماشي على خاطره، يمكن تكون عنده شي حاجه. ويلي استغفر الله العظيم، عطيت الدم لجوفي لولدي الوحيد وسط ربعه البنات وقريته وربيته ووصلته فين بغى، وحتى لي ولا كيقوم يشغل العيالات في الدار. واش ندير على حنا هكذا ولا هكذا؟ ما عندك لا تنبل هكا ولا هكا، اصبر حتى نشوف واش كاين. كنزه ظريفه احياني على العيالات، العيالات بحال العقرب غير كيولدوا كيتسيفوا وما كيبقى يقد عليهم حد. لا وا سيدي، كنزة ماشي من هاد النوع. خمس سنين وحنا كنعرفوها، عمرنا ما شفنا فيها شي حاجه خايبه. مهليه في ولدنا ومعتانيه به، واش بغيتي اكثر من هاد الشيء؟ صبر شويه حتى نشوفوا شنو غيوقع. كاين سلعه في المكتب ديالو؟ هي كاين. دخل. وجدتك لي زانفورماسيون اللي طلبتي لي. تفضل. شكرا. كيظهر بلي عمل جيد، ما نكرهش نعرف الراي ديالك. كنظن بلي يمكن لينا نحسنوا الوضعيه اذا غيرنا سياستنا فيما يخص الاشهار. اذا المنافسين ديالنا تيبيعوا اكثر، ماشي حيت ما توجههم حسن، ولكن حيت الميزانيه اللي تخصو الاشهار اكثر بكثير من ميزانيه الشركه ديالنا. وكيف ما شفتي السي العلاوي، المنافسه موجوده في جميع وسائل الاعلام، في الراديو، في الصحف والتلفازه. اذا ما كانش الاشهار ولو المنتوج يكون ممتاز ما يمكنش يتمشى. متفق معك. واخا خلي لي هاد الملف انا غادي نفكر فيه. تفضلي. كيف درتي مع شيخ المانيا؟ صافا؟ هاد الخدمة كنلقى فيها راحتي. السي العلاوي المدير متفتح للأفكار الجديدة، ما عندوش ديك العقدة ديال بزاف المسؤولين اللي تيزيلهم تيفهمو وتيعرفو كلشي. اللي تعجبني فيه أكثر تيتصنت لكل واحد، مرا ولا راجل، وتيق بيا. رجل ما بنوع ما عندناش منهم بزاف. Thank you.
صباح الخير حبيبي. صباح الخير. شخبارك؟ ولي فين هاد الغيبة؟ والله إلا غير في الدنيا في الشقة اللي ما كيتقاداش. والله ما لقيت الوقت حتى باش نمشي نتقدا. دخلي واحد القصيدة. لا 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 لا، جيت ناخذ غير عندك شي شوية ديال التومة. التومة؟ هو غادي تكون. أصبر نمشي نجيبها لك. شكرا. لا شمال اش كيش نقول لك اش ربي لما قولي لي هاد الرجال مالو مولاو بحال هكا كيف كانوا كيف ولاو ويلي الرجل ولا كيشقى في الدار والمراه خدامه على برا شتي ولا كلشي بالمقلوب والاخص هذيك يا اختي ما عرفناهاش علاش مطويه وشنو كدير بيني وبينك الرجال اليوم ما بقاوش كيحكروا المهم المراه تخدم وتجيب الفلوس شتي هذا ديالي انا نفسو هنا والله ما يخليني نخدم وخا تقتليه حتى ديالي انا ولكن صابك وكنت خدامه المراه اللي خدامه عندها قيمه ماشي بحالنا حنا اللي جالسين في الدار ولي ولي تعقلت نمشي نوجد الغداء قبل ما يجي شكرا الله يكثر خير بلا جميل حبيبه بلا جميل طلقت ودني ونسيت يسحب لي غلقه مرات الدار ولقيتيني انا خاصني شويه ديال الثومه الثومه الحمراء بالحق ملي لقيتك بحال بحال الجار الجار الحمه ولا لا شوفي باش نبرد لبيبك وباش مابقاش تجسي على ديري بالله غادي نعمل لك كاع داكشي اللي بغيتي خرجت من الخدمه ديالي ومراتي هي اللي خدامه دابا وكنكره الخدمات على ود برقيك ولا ما لقيت خدمه انا اللي كنشقى في الدار كنطيب القميله حتى هي صافي على خاطرك برد قلبك صافي شقة في الدار ماشي عيب حتى هو خدمة بحال أي خدمة والشقة حسن تبركيك مازال ناقصك شي حاجة؟ لا بارك إلا عاود حصلتك غنشكي بيك لراجلك ديك الساعة أنا اللي غادي نتصنت باب دارك ملي يكون ربي فيك أنا مزهوقة فيك راجلي راه واعري إلا مشى تلصق لي الخبر غيقتلني في البلاصة شوف إلا احتاجيتي شي حاجة ما تعقلش حنا راه جيران أنا مين كنحتاج توما كنمشي ليها للمارشي ياك لاباس اش واقع لقيتيني عاد جايه عندك اختي شنو بغيتي عاوتاني خاصني شي حوامضه بلا طمعير عيشيني قود وعاودي لي على حالتك الحامضه مع جارني المعلوم والو يا اختي تحكيت في عظامي وبغيت نفريه ودرت السباب التومه ملي دقيت عليه خرج ليا مشمر مقفض عرفتو عاقبيا ماشي بين عليا صلابتو ايوا الساعه طليتو من راسو حتى رجليه ما حشمتي هذاك وجهه ولا كفاك طليتيه ولا طلاك شي انا كنت كنتصنت عليكم كتصنتي علينا وما حشمتيش وانتي ما حشمتيش لودنك مطلوقين فيها 6 متر شلا فاش مبين عليا صلابتك الا على التبرقيق راه حنا معادلين فيه شتي اختي كيطير فيا كيبان ظريف ايوا ما تقلقيش اجي نعاود لك داكشي اللي زهق لك الو مدام رانا بقات 5 دقائق على الاجتماع سي بون يلا طلبت منكم هذا الاجتماع استثنائي باش نخبركم باللي على ضوء الاستطلاع اللي قامت به مدام رامي فكرت مزيان ولقيت باللي الشركه ديالنا ما كتوفرش على شي مصلحه خاصه بالاتصال لهذا كيخصنا نخلقوا هذه المصلحه وغادي تكونوا متفقين معايا باللي ما عندناش حتى شي امراه اللي هي رئيسه مصلحه على هذا الاساس فكرت سيده باش غادي تكون على راس هذه المصلحه الجديده والاختيار ديالي وقع على مدام الرامي لا سيما انها هي اللي تكلفت بالدراسه اللي شرت ليها من قبل
واللي برهنت لنا على أننا عندنا ضعف كبير من الناحية الإشارية بالنسبة للمنتوج ديالنا. وأنا اللي ما فهمتش هو علاش حتى شي حد ما فكر في هذه المسألة من قبل. هنيئا مدام الرامي. شكرا سي العلوي. أنا متأسفة وزيد ملي السي العلوي قال سميتي تفاجأت أنا الأولى، ما كنتش كاع منتظرة هاد المسؤولية. ما كاد النفاق ما نسمحش ليك وما عندي علاش ننافق. النهار اللي قطر بك سقف هاد الشركة وانتي كطيري والو باغا تبيني حنتي ديك السي العلوي، شي نقول لك هنا راه كلشي حسبها. اللي حس بشي حاجة ما تهمنيش. أنا جيت لهاد الشركة باش نخدم وعندي مخ اللي تنتج أفكار، وعلى هادشي كنقبض أجرة. أنا اللي كنعرف هو أن الكفاءة مابقاش كتهم في هاد الوقت. شنو اللي كيهم بالنسبة ليك؟ داكشي اللي كيهم أنتي راه كتعرفي ليه مزيان، ومع الأسف أنا ما كنعرفش ليه. زينب هاني فوالا سي بيان سالي شفتي ديساج؟ غنخلي لك البيرو ديالك باش توصي فيه بوحدك، حيت مسؤول على مصلحه خاصها تبقى بوحدها باش تخدم العقل ديالها. وتنش افكار. زينب تعاونيني. مصلحة الاتصال، تصور المرأة الوحيدة اللي مسؤولة في هذه الشركة. مبارك مسؤولة على الله. ما بغاش تفهم ليا، هو كاين اللي ما عجبوش هاد الخبر. شكون اللي كيسحبك؟ يلا دخلتي لهاد الشركة وما بين الشمس وضحاها وليتي مهمة. شحال من واحد غادي يكون أقدم منك وعلى الأقل عنده نفس الكفاءة. شنو بغيتي تسبقوا ليك؟ ولكن شنو ذنبي أنا؟ ما كنتش كاع منتظرة هاد الشيء. اللي كيبان ليا أنا؟ وعندك واحد الزهر كيهرس حجر. حميد ما كنتش منتظر منك تفكر هكذا. وكيفاش بغيتيني نفكر؟ انا اللي خاصني دابا هي خدمه. خدمه حاجه بسيطه. اش قضيتي لمراتي ولاد مهمه في الخدمه ديالها؟ ياك ما صحابك عجباني هاد العيشه من الاولى راني وليت تحكى في العباره. حميد اش هادشي؟ عيت من عندي من هاد الوضع. ما بقيتش كارضا قدامي. وليت كنحشم بحال الباب. واش كتصوري فين وصلت؟ وليت كنحتقر نفسي. ما عندك علاش تحتقر راسك. عندك مرات تحمر الوجع وخدامه من اجل عائلتها. وتصور دابا لو ما كنتش خدامه خصك تحمد الله حبيبي ما خصك حتى حاجه. اذا خصاتك انا ديما بجنبك. عارف هادشي وعارف بلي انتي اللي عتق الموقف، ولكن غير لقى الخدمة تجلسي في حالك تكبلي دارك. لا حميد ما بغيتكش تبقى غلط. قررت نبقى في خدمتي ولو ترجع تخدم. ما قتلتش راسي في الكلية باش نبقى في الدار وندوز حياتي في الشقة والشفاف.
لا حميد، ما بقيتش باغي نجلس في الدار. هذا على هذا الاساس تزوجنا، فاش انا نخدم وانت تقابلي الدار اولا لا؟ ولكن حياتي اللي ما تدخلكش تبقى شاد في كلمتك. حميد انا ما ظهر لي شي فيك، شي حاجه خبيها لي وقول لي انا مو تهضر هكا مع وحده بغايه خد دار خد الكوزينه وش هاد الحاله وش هاد الشيه. وبنيتها انا انا على البنوت انا انا لا 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 ولا 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 ياك لاباس بعدا ما كاين باس لاباس كلشي لاباس انا هاد لاباس عندك ما عجبنيش خرجت من الخدمه ديالي شنو خرجتي من الخدمه يا لطيف يا لطيف يا لطيف ايوا وشنو غادي دير بالسلامه كنقلب على خدمه ولكن الوقت صعبت جاب الله كنزه لقيت خدمه مزيان كنزه خدمات وهي ملي كتخرج تخدم انت اشنو كدير بالسلامه كنقبل داري وبناتي ياك ما كتشقى في الدار علاش قايب عيب لا هذاك هو العيب بنفسه بركه بركه من هاد حكا الهضره الولد غارق في تماره وانت عا زايد عليه كيبان لك هادشي اللي كيقوم به ولد شيء طبيعي يعني ولد كيضرب الشفاف ويبدل الخروق ويغسل الماعن ومراته كتخرج تخدم على برا هادشي كيبان لك طبيعي بينما انا ولدي اللي ربيته وقريته في التالي كيولي كيقوم شغل عيالات في الدار تدير أكبر غبينة وأكبر حشومة الغبينة والحشومة الوليد هي النهب وتشفرت الغبينة والحشومة هي النميمة في عباد الله هي النفاق والكذوب على عباد الله أنا فخور اللي كنت كلف بناتي وبداري وهذا الشيء علاش جيت اليوم باش نتكلم معكم قبل ما يجوا صحاب الحسنات يحكيوا لكم وإلا كنت كنحشم بك الوليد غير قولها لي ما عمر ما تجي تشوف وجهي الوالده حتى انت بالفرحه ديالي
من جا لو جيني؟ من جا شي لو جيني كاع ما كاين. ما كاينش دابا حيت سي با سالون. غير سرقوها ليه. ومن بعد من جا لهنا؟ من جا القاضي بيجو. قال غادي نسرق واحد لي بيجو و لا لونغ معاه. وي حميد كنزة؟ شوية لصقت الخبر بلي دابا خصني نجربها على ود واحد الاجتماع مهم في هاد الساعة؟ هادي ربعة ونص. داكشي علاش عيطت ليك؟ حيت يمكن تعطل بالليل. الليل؟ كتعرفيني بلي ما نبغيكش تسوي بالليل. غير كون هاني ما غاديش نسوق، غادي نمشي مع السي العلاوي وواحد الكليان أجنبي. حتى نرجع ونعاود ليك دابا ما عنديش الوقت. يلاه بسلامة. كملي ليا لالا. حميد جيتي؟ شحال هادي في الساعة؟ 12 ربع. تعطلتي؟ كيف كان الاجتماع؟ الله يخليك أنا مهلوكة ما قدرش نهدر، حتى غدا نعاود لك كلشي. عطيني الوقت. عرفتي شيلين كل يوقع الى الى شنو مرت صافي قلتي من الباكور دازت رجعتي عاوتاني لحالك ولا تيبان لي كلشي كحل حميد غير كون هاني ما عندو ما يوقع ليا عرفتي شنو نخرج هاد الليله نتشاور واخا هادي فكره هادي يلا سير تكاطلتي زينب يلا يلا زيدي باي باي الو واخ شكرا الو الو حميد اهلا لقيتي خوك كيحلق على البصير باش هاد الليله يكون هانتي كلاكلاس ولا عيطتي باش تعرفيني واش واجد كوني هانيه ما جيت وصلت حتى تلقاني بري حميد واش يمكن ليا نهضر هادي غير الفرحه اللي كتهضرني هكا حيت هادي بزاف ما حسيت بهاد الفرحه اسمح لي يا حميد ولكن ما يمكنناش نخرجوا هاد الليله لو بخرا ان شاء الله
يلا المدير خبرني باللي خصني دابا نمشي للمطار نجيب واحد الكليان وديه يتعشى مازال. حميد ما بغيتكش تقلق عليا حبيبي ياك، ولكن عندي فيها لك ان شاء الله. شوف تعشى وما تستناونيش. يلا بسلامه. الو سير رامي؟ هو هذا حتى لين غتبقى مغمض عينيك. شكون انت؟ شكون انا؟ المراه اللي كتعاني بحالك. شوفي لالا انا ماشي طبيب نفساني وما فيا ما يهضر. واخا ما فيك ما يهضر غادي تسمع ليا، حيت انت اللي مسؤول على هادشي اللي انا فيه. كيفاش نكون مسؤول وانا ما كنعرفكش؟ فعلا ما كنتعرفوش، ولكن جوجنا كنعرفو كنزة. ياك هكذا سميت مراتك كنزة؟ اش بينك وبين مراتي؟ وكيفاش كتعرفي سميتها؟ واحد دايما كيعرف سميت العدو ديالو. العدو؟ اش دارت لك؟ هلا يوريك شنو دارت ليا. حتى دابا لما تقتيش يمكن لك تشوف كل شيء بعينك. خطا الا بغيتي تبقى ما فاهم والو. اشنو اللي خاصني نفهم؟ المدير ديالها طلب منها تبقى معاه في البيرو من ورا سوايع الخدمه، وهادي راه ماشي اول مره. وفي هاد القيته اللي كندوي معاك فيها راهم بوحدهم في البيرو. اسمح لي السي العلوي، قلتي لي انت ما مساليش هاد الليله وطلبتي مني نمشي بلاصتك المطار باش نجيبك ليا ياك، وهادشي كله ما كاينش منه. اسمح لي السي العلوي بكل احترام، علاش طلبتي مني نبقى من بعد سوايع الخدمه الا ما عندي ما ندير؟ جابلي الله دابا بحال اللي كذبت على راجلي، بحال اللي غدرتو. هادشي راه مبغيتش يتفهم ليا. بغيت نعمل لك مفاجأة، وما بغيت حتى شي حد يسيق ليها الخبر، على الأقل حتى نشوف المشروع اللي غادي نطرح واش غادي يتحقق ولا لا. اشنو هاد المشروع؟ عندي منصب للزوج ديالك. بصح السي العلوي، فكرت نكبر الشركة، كنظن باللي الخبرة والتجربة ديال السي رامي غتكون مفيدة. قولي لي يدوز عندي غدا إن شاء الله مع 10 الصباح، وأنا متيقن أن داكشي اللي غادي نطرح عليه غادي يعجبو مزيان. الله هو اللي غادي يجازيك السي العلوي، اسمح لي إذا تجرأت. بالعكس، أي سيدة محترمة كتسأل كيفاش وعلاش، وهذا اللي يشرفك. يلا الحال فات، وكنظن باقي عندكم الوقت باش تعشوا برا. شكرا السي العلوي. علاش حميد اش وقع لك؟ هدم بعد عصب وقول لي علاش تهضر. ما الحين حميد ما فيك سخط؟ كنت غادي تموتي وانا اللي غادي نقول لك. حميد اش وقع لك؟ كيف عطاك خاطرك خليتي البنات وحيتو وخرجتي يا خويا؟ وعندك الجرأة تهضري على البنات؟ قلبها شفت كلشي بعيني، شفت كلشي بعيني. اش غتسيري؟ كنزة 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 ديري شنو درت؟
اش هتفلي هادي فين هي المره اللي قتلتي؟ انا غادي نعاود لك اسيدي كلشي. انا شفتو كان غادي يقتلها قدامي وانا كنشوف. هاد الراجل مشكاك ومنوي بلا قياس. كذوب، هادشي غير كذوب. ماه كاين شي كذاب قدك؟ ايه، واش اسيدي اللي كيلبس الطابليه ديال العيالات هذا ماشي كذاب؟ انا اللي كنعرف هو راجل كيبقى راجل، ماشي هو راجل هو لابس حوايج العيالات. جلسي جلسي. انا اللي كنهضر معاك هددني وكان غيصفيها ليا على شويه ديال التومه. كذوب، انا ما عمرني هددت شي واحد في حياتي، هادشي غير كذوب. وعلاش هتكذب؟ ياك حتى انا كنت باغي تقتلني. انا ما عمرني فكرت في هاد المصيبه، حيت هادي مصيبه، ولكن الحمد لله شوف ما وقع لك والو، انت مازال في الحياه. ما بغيتكش باغي تخرب ليا لا انا ولا البنات. وليتي تتخلع، ولينا تنخافوا منك، ما بقيتش قادر نعيش معاك. وهادشي على والو الغير عماتك، ما خليتينيش تنفسر لك ونقول لك بلي لقيت لك خدمه معتبره. ما كانش خاصك تشك في مرتك اللي كانت ديما في جنبك. كنزة ما عملت بشي عليها هيك؟ ولاش هاد السؤال على النبوري؟ عافاك جاوبي. وهادشي راك عارفو الحبيب، بلا بيك وبلا بناتي حياتي ما عندها معنى. كيفاش تتفكر بلي يمكن ليا فرقكو؟ هادي ما تكون غير شي حلمه خايبه، ما حق ليك الليل كله وانت تتشغل. ساعات بخير. صباح الخير سي حميد. هاي صباح خير. صباح خير. سقتي الاخبار ولا مازال؟ اش مخبار؟ غادي وقع انقلاب في الشركه. اش كتقول؟ الشركه تباعت. اش كتخربق عليا انت؟ خذ معني الصح الصحيح وانت تشوف بعينيك كارثه واش من كارثه. حنا مالنا؟ شنو اللي غيتغير بالنسبه لينا؟ المدير غادي يمشي بحاله. شكون سي حمزاوي؟ سي الحمزاوي. وفي خبارك شكون اللي غيجي بحالو؟ مدير الانتاج فتحي.